عشبة اسمها الخلة، عشبة أو بذور اسمها بذور الخلة، يؤخذ منها 7 ملاعق على كيلو من العسل بعد ما نطحنها، يؤخذ منها ملعقة الصبح وملعقة آخر النهار إن شاء الله إنه بنستفيد. أيضا مشروب أوراق الجعدة، مشروب أوراق الجعدة، قدر 2 كوب صغار باليوم، مغليها نشربهم ونحليها بالعسل، هذه إن شاء الله بتعطي نتائج. لكن البهاق بطول، بياخذ وقت، مش مثل الصداع أو مشاكل أخرى.